إن من الدروس التي تؤخذ من الحج ملء الوقت في العبادة، وأنه يمكنك أن تزاحم الأعمال بلا ضرر يأتيك لتنتفع في دينك ودنياك. فالحج يعطي الحاج درسا في استثمار الوقت. تأمل في الأعمال التي تقوم بها في يومك، بل ليكن لنا واجبا من الواجبات، وهو أن نقرأ حديث جابر بن عبد الله في عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج. خذ في اليوم العاشر، ماذا فعل نبيك صلى الله عليه وسلم؟ رمى جمرة العقبة، نحر من هديه 63، طاف وسعى. اقرأ حديث جابر الطويل، فإنك ستجد فيه همة الصحابي حينما يبلغ حديث رسول الله، وتجد همة الصحابي في ضبط المعلومة والذكاء الحصيف في أخذ ما أخذ من محمد صلى الله عليه وسلم من العلم. ولذلك فإن عباقرة الدنيا وأساتذة الدنيا وأهل الذكاء الذي لا يقف أمامه أي ذكاء هو ما فعله صحابة رسول الله في نقل كلام الله ونقل كلام رسول الله. أعطني في التاريخ من قبل وبعد صحابة رسول الله، أعطني جيلا نقل علما كهذه الدقة المتناهية، أن الله اصطفاهم ليقوموا بآية من آيات الله الدالة على صدق بعثته لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإن من الأسباب التي يسرها الله لبقاء حفظ الكتاب صحابة رسول الله حينما نقلوه تلاوة وعملا وتطبيقا. انتقل إلى الهمة، أعني همة التابعي، همة السلمي. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات يتعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا القرآن، أي التلاوة اللفظية، والعلم التلاوة العلمية، والعمل أي التلاوة العملية. قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، وليس شاهد ذكر هذا الحديث بيان طريقة تعلم القرآن، بل تأمل في همة النبي وفي همة أتباع النبي في دقة تعلمهم وضبطهم لهذه الآيات. فلقد كان محمدا صلى الله عليه وسلم معلما للقرآن منذ أن بعث إلى أن مات صلى الله عليه وسلم.